الغنوشي رئيس وزراء نفسه رئيس بمقتضى الدستور بمقتضى الفصل 53، هل بعث فعلا الغنوشي رئيس وزراء نفسه رئيس بمقتضى الدستور بمقتضى الفصل 53، هل بعث فعلا الطمأنينة في المواطنين أن هناك فعلا شيئا قد تغير على تونس اليوم هي ليست تونس الأمس؟ إنك اخترت لهذه المهمة، إن الله معك وحفيدك، زوجتك وابنك في رعاياتنا. إننا سنذهب وكما اتفقنا غدا مع طلوع الشمس. Ouarsenis, en Kabylie ou dans l'Est algérien, le credo de Châle reste le même. Il ne suffit pas de ratisser, d'accrocher et de partir. Il faut rester. Il faut pousser le Fellaga en dehors de la zone qu'il connaît, vers l'inconnu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. بالنسبة لتوقعات أحوال الطقس نهار اليوم ستكون الأجواء مشمسة في جميع أنحاء الوطن حيث نترقب 25 درجة في المناطق الشمالية 35 درجة في المناطق الوسطى و 47 درجة في أقصى الجنوب وستظل هذه الأجواء مشمسة لغاية نهاية الأسبوع. Plusieurs sources ont dit qu'il s'en allait à Paris. Selon les dernières informations, la France aurait refusé de l'accueillir et lui aurait interdit de poser son avion sur son territoire. Maintenant, selon Al Jazeera, il pourrait se réfugier dans un pays du Golfe. Également, il pourrait se réfugier du côté de la Sardaigne. Gilles Goujon nous raconte les derniers moments du régime de Ben Ali. ولم يتسنى للعربية بعد التدقيق في صحة هذه الصور وإذا ما كانت فعلا لطائرة الرئيس التونسي زين العابدين الشعب
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله